عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل حاجة كده جديدة وفريدة كده من نوعها، بس في مطبخ تاني. النهاردة هنعمل مع بعض ليمونة وبرتقالة، هنعمل بيهم لتر ونص عصير. ايوه استغربيش، لتر ونص بليمونة واحدة بس وبرتقالة واحدة بس. تمام. قبل بقى ما ابتدي اقول لكم على المكونات والمقادير بالظبط بتاعتها، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نبدأ مع بعض. اول حاجة معانا ليمونة مقطعينها مكعبات كده زي ما انتم شايفين، ومطلعين البذر بتاعها منها بس بالقشر بتاعها. تمام. البرتقالة نفس الشيء، هنشيل البذر اللي فيها وغسلينها ومقطعينها حتت صغيرة برضو بالقشر بتاعها، واربع معالق كبار سكر، والسكر طبعا بيكون حسب الرغبة، ولتر ونص مية ساقعة. تمام. العصير ده مش بيقعد كتير لانه بيمرر بسرعة، فلما هنعمله هنشربه على طول في نفس الوقت، يعني مينفعش نعمله وبعدين ندخله التلاجة يسع، فهنحضره على طول بمية ساقعة ونقدمه على طول. تمام. عايز بس اقول لكم حاجة قبل ما ابدأ الفيديو، دلوقتي طبعا البرتقال رخيص والليمون برضو سعره معقول ورخيص، فخزني البرتقال والليمون كده اشرهم زي ما هم خلاص، وهطلعيهم من الفريزر وهتقطعيهم لما تبتدي ايه السكينه تمشي فيهم وتقطعها. خلاص يلا بينا نبدا مع بعض. هاخد السكر طبعا الاول، هضرب الميه والسكر مع بعض وادوبهم كويس قوي، وبعدين هضيف عليهم البرتقال والليمون. هروح بقى اضربهم في خلاط عشان صوت الخلاط المزعج، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعدها. كده جهزنا العصير بتاعنا، هنعمل كده بالشكل ده، نبتدي ان احنا نصفيه. صفيه كده مع بعض واحدة واحدة. بص انا بضربه مضفتش طبعا كمية المية كلها. تمام. لفت نصها وهنضيف دلوقتي بقيتها. كده زي ما قلت لكم هنضرب الميه مع السكر الاول عشان ما يمررش مننا، وبعدين هنضرب مع البرتقال والليمون وهنقدمه يعني نشربه على طول، ما نخليهوش في التلاجة يسقع، هنعمله بميه ساقعه عشان خاطر ما يمررش مننا. شايفين لونه عامل ازاي؟ طبعا بقى فيتامين سي بتاع البرتقال وفيتامين سي بتاع الليمون مفيد جدا بصراحة في الوقت اللي احنا فيه ده. انا طبعا حطيت اربع معالق سكر كبار، احنا قلنا السكر على حسب الرغبة، وانا دلوقتي برضو بعد ما خلصت هدوق، لو محتاج سكر هحط له. تمام. اهو ادي شكله بعد ما صفيته، مخدش مننا وقت ومش مكلف، هي برتقانة واحدة وليمونة واحدة، وعملنا احلى عصير برتقال اهو شايفين.
هحطه في الحاجة اللي انا هصب فيها، هصب منها وهرجع لكم تاني. ادي البرتقال بتاعنا اهو بعد ما خلصناه، مش قادرة اقول لكم ريحته حلوة جدا، وطعمه اكيد برضو جميل جدا جدا جدا، هيعجبكم ان شاء الله. بس بقى ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير، اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ سلمى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.